اهلا بكل مشاهدينا من جديد. دلوقتي جه ميعاد مع موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. منتخب مصر للكره الطايره للشباب حقق بطوله امم افريقيا للشباب على حساب تونس بنتيجه 3-1، ومنتخب مصر حسم الشوط الاول بنتيجه 25-17 قبل ما يحقق الفوز في الشوط الثاني بنتيجه 25-22. تونس حسمت الشوط الثالث لصالحها بنتيجه 25-21 قبل ما يرجع تاني الفراعنه ويحسموا اللقاء بشوط ثالث بنتيجه 25-23. مع التتويج باللقب حقق نجوم مصر حمزه الصافي افضل ضارب مركز رابع بالبطوله، واحمد ابراهيم افضل حائط صد. ومنتخب شباب مصر لكرة اليد فاز على الكونغو بنتيجة 40-23 في تاني مشوار ليه في البطولة الأفريقية في نسختها 29 للشباب لكرة اليد، واللي بتستضيفها رواندا في الفترة من 20-29 أغسطس. هيلتقي منتخب شباب اليد مع الجزائر بكرة بعد ما حصلوا على راحة النهاردة. ونروح للدوري الإنجليزي الممتاز والقمة اللي جمعت بين مانشستر يونايتد وليفربول، واللي خلصت بنتيجة 2-1 في المباراة اللي اتلعبت بينهم على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة رقم 3 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي. وبكده مانشستر يونايتد اتقدم للمركز ال 14 برصيد 3 نقاط، وليفربول في المركز ال 16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين. بالرغم من هزيمة ليفربول إلا أن بالهدف اللي أحرزه نجمنا المصري محمد صلاح أصبح الهداف التاريخي للريدز قدام مانشستر يونايتد. أخبارنا الرياضية خلصت، لكن كلامنا في الرياضة لسه مكمل مع هدير ومصطفى هيتكلموا أكتر عن تفاصيل رياضية. تفضل. شكرا ليك يا منى.